معانا الاستاذ محمد عيد سليمان مدير التسويق الاقليمي لمجموعه بيك الباتروس للفنادق. يا استاذ محمد مساء الفل. ازيك يا ورا؟ ايه اخباركم؟ استاذ محمد مساء الخير. ازي حضرتك؟ مساء الفل يا مروان، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. احنا ادينا ابديت خفيف سريع كده عن المواعيد وعن اللي بيحصل، بس احنا عايزين بقى كده يعني تفاصيل اكتر عن المعرض. بصي هقول لك على حاجه قبل ما نتكلم على المعرض. انا بتكلم كمصري يعني حابب ان انا هايلايت جمله اتقالت من 3 شهور او 4 شهور، كانت جمله جميله جدا. ان مصر دوله سياحيه ان شاء ربنا، وانعم علينا بانفراستراكشر سياحيه وبحور وحاجات جميله وشمس منتظمه طول السنه وموجوده طول السنه وحاجات جميله جدا 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 في مصر، خلتنا فعلا مؤهلين نبقى دوله سياحيه. خلينا نركز على النقطه دي لان هرجع لك فيها في اخر الكلام. اوكي. بيز على ان مصر دوله سياحيه، احنا كقطاع خاص في السياحة دائما ورا الدولة المصرية في ترويج المقاصد السياحية في المعارض على مستوى العالم. لسه راجعين من اي تي بي في برلين، حققنا نجاحات كبيرة جدا. طبعا بالنسبة لنا تواجدنا بقى في سوق السفر العربي ده بيبقى شكله دايما طعم مختلف زي ما بيقولوا، ان احنا بنخاطب اسواقنا العربية، اخواتنا في السعودية وفي الكويت وفي الامارات وفي قطر وكل الدول العربية. ويضافوا ليهم كمان برضه عشان ما ننساهمش اخواتنا في دول شمال افريقيا، لان طبعا احنا بنقابل من المغرب ومن تونس ومن الجزائر ومن الاردن ولبنان وكل الدول العربيه والدول الافريقيه اللي دايما بيشرفونا في مقاصدنا. سوق السفر العربي دي الدوره 31، في ناس كتير جدا من مستمعينا ما يعرفوش ان دي الدوره ال 31 لاكبر بورصه سياحه عربيه. مجموعه بيك الباتروس على العام السابع للتوالي بنشارك بمشاركه جاده جدا جدا بهدف ترويج مقاصدنا السياحيه الرئيسيه اللي هي على ساحل البحر الاحمر، اللي هي بتكلم في شرم الشيخ والبحر الاحمر، في الناحيه الثانيه اللي هي الغردقه ومرسى علم. الحمد لله المردود اللي بيجي لنا كل سنه مردود ايجابي جدا بيؤهلنا، ودي ميزه المعرض او السوق ان هو موجود ما قبل فتره الصيف، يعني احنا دايما هو موجود في مكان او في تاريخ في شهر مايو اللي دايما بيؤهلنا ان احنا نبتدي الصيف ونشوف ونحس كده كفوركاست الدنيا هتبقى شكلها ازاي في الصيف، هيبقى فيه طلب سياحي على مقاصدنا السياحيه ولا لا. وبشركم بالخير ان الحمد لله الطلب من السنه اللي فاتت كان قوي جدا، والسنه دي باذن الله هيكون في ازدياد ونحقق ارقام بنهايه السنه على نهايه 24 تفوق باذن الله يا رب 2023 ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. طيب الرؤيه العامه لبيك الباتروس يعني عموما العناصر الجذب اللي بتستخدموها، الوجهه طبعا الموقع على البحر او على الخريطه، ايه تاني العناصر اللي لو انا جاي اتفرج على المعرض هسمع ايه؟ بص هقول لك على حاجه حلوه جدا برضو من الحاجات اللي زي ما قلت لك في البدايه، مصر دوله سياحيه فحبها الله بمقاصد سياحيه كتيره جدا، قد يكون في بيننا تنافس داخلي بسيط كده، بس اكيد هدفنا الاكبر هو يعني ترويج مصر في حد ذاتها ورفع سياحه مصر بشكل مثالي. يعني مثلا هحط نفسي في مقارنه بسيطه جدا ما بين الناس اللي بتحب تروح الساحل الشمالي في الصيف وما بين الناس اللي بتحب تروح الناحيه الثانيه على الغردقه في الصيف او شرم الشيخ او مرسى علم. طبعا في ناس كتيره جدا بتتخيل او بتنسى ان شرم الشيخ والغردقه بالاخص بيعتبروا مشتى وبيعتبروا مصيف في نفس الوقت. احنا في مصر عندنا ترند كده ان الصيف دايما للساحل، لا الشتاء دايما قد تكون للعين السخنه والغردقه وشرم الشيخ. ميزه شرم والغردقه ان هي طول السنه فيها شمس محببه مش شمس عاليه، يعني قد يكون في الصيف طبعا درجات الحراره اكتر، ولكن البحر وحمامات السباحه والاكوا بارك اللي الناس دايما بيتمنوها موجوده في البحر الاحمر اللي بتميزنا عن الساحل الشمالي. الساحل الشمالي طبعا ما حدش ينكر الجمال ورقي الساحل الشمالي، ولكن البحر الاحمر وما ادراك ما البحر الاحمر. السنوركلينج والدايفنج ما تلاقوهمش الا في البحر الاحمر. الووتر اكوا بارك اتحدى ان يكون حد عنده ووتر اكوا بارك اقوى من اللي موجوده في البحر الاحمر. بالاخص طبعا على الساحل الشمالي لان هم مش ده التارجت او الاوبجيكتيف بتاعهم ان هم عندهم اكوا بارك بالحجم ده. يعني مثلا على سبيل المثال احنا مجموعه بيك الباتروس السنه اللي فاتت فتحنا او السنه اللي قبلها كمان لان احنا بنحتفل السنه دي بالعام الثاني، احنا مدينه نيفرلاند وهي الووتر اكوا بارك او المدينه الترفيهيه المائيه الاكبر على مستوى مصر والشرق الاوسط، فتحناها بنهايه 12 او 22 قصدي 22. فبالتالي السائح السعودي الكويتي القطري الاماراتي يامل دايما في الصيف لتكامل الاجازه بكل الحاجات اللي هو بيحلم بيها. فاميلي كونسبت بحكم ان دي الشريحه الاكبر اللي احنا بنخاطبها كمجموعه بيك الباتروس واللي مصر دايما رايحه لها في الصيف، هتلاقي السائح دايما بيبص على ان الاكوا بارك
يبقى موجوده جوه الاوتيل اللي هو موجود فيه، يبقى الكونسبت اللي بيشتغل عليه اول انكلوسيف، فطار وغدا وعشاء طول الوقت جوه الاوتيل، لان طبعا بيبقى ست البيت او الزوجه دائما تعبانه طول السنه مع الاولاد، فبالتالي عندها فرصه ان هي ما تعملش اي حاجه داخل الدوكان. حاجه الثالثه والاهم، في ناس كتيره جدا ما تعرفش ان الجيم اللي موجود جوه الاوتيل ده فور فري، ده في الكومبلمنتري او في الـ في الـ في الـ في الاول السبا بس اللي تدفع عليها فلوس. فبالتالي انت النهارده لو مثلا بتمارس رياضه او بتخس او عندك برنامج رياضي بتعمله، انت اوريدي قادر ما تقطعوش لما تسافر في الاجازه، فبالتالي تقدر تخش اي اوتيل وتكمل في الجيم. البحر بقى دايفنج وسنوركلينج، في الاكسكيرشن اللي تقدر تعملها في الجبل، اللي تقدر تعملها في الميه بالبنانه، اللي تقدر تعملها بالباراسيلينج، كل حاجه موجوده. ده بقى بالظبط انا بحط نفسي فيه لما السياح العرب بيسالونا مجموعه ديك الباتروس بتقدم لكم ايه في الصيف، بتقدم لكم اكبر اكوا بارك على مستوى مصر في شرم والغردقه ومرسى علم. احنا بنعلي على نفسينا، يعني احنا كل ما نعمل كتير في الغردقه او شرم او مرسى نعلي على نفسينا ونزود في المكان في علته البار جامد يا استاذ محمد، علته البار جامد. لا عندنا الحمد لله، الحمد لله فعلا خبرة كبيرة جدا تخلينا نمبر وان في الحتة بتاعت الأكوا بارك. الحاجة الثانية النهاردة ما تتجاهلش تو كونسبت موجودين في المنتجعات المميزة فيها في البحر الأحمر. عندنا سبورت كونسبت، بمعنى الرياضيين اللي عايزين يجوا يقضوا الصيف، ولكن يقضي الصيف في مكان رياضي يقدر يحافظ بيه على جسمه وعلى صحته، في مكان بيتبع كل الأساليب وكل المعايير الخاصة بالرياضة. الحاجة الثالثة والأهم الأدلتس أونلي، كونسبت الأزواج فقط، الناس اللي عايزة تقضي شهر العسل، الناس المتزوجين حديثا أو اللي بيعملوا أجازات شهر العسل أو أجازات الأعياد الزواج، كل ده موجود. مصر فعلا حباها الله بحاجات جميلة جدا، والحمد لله مجموعة بيك الباتروس ماشية بتدعم كقطاع خاص بدعم السياحة المصرية لأقصى درجة. الحمد لله. أستاذ محمد احنا بنشكرك جدا جدا، وبتمنياتنا ليكوا بالتوفيق وبالنجاح دايما، يعني تبقوا معانا كده ورافعين اسم مصر عاليا. ولو في على فكرة اي حاجة جديدة بتحصل في مجموعة بيك الباترس حابب تقولنا عليها، احنا ما عندناش مشكلة نعرف لو في اي حاجة مجهزينها للسنة دي، لو حابب تطلع اي اسرار الشغل يعني هنا على الهواء معانا. محدش سمعنا، ما تخافش، بيننا وبين بعض يعني. هنقول حاجة حصرية. أيوة. عندنا افتتاح منتجع الباتروس بورتوفينو في مرسى علم بإذن الله 17 مايو القادم بإذن الله، يعني بعد أسبوع أو 10 أيام من دلوقتي. أوكي. وده برضو بهدف إن إحنا نركز الضوء ونهايلايت مرسى علم كديستينيشن، كمقصد سياحي مميز للسنوركلينج والدايفنج على مستوى العالم. أنا أتوقع بإذن الله إن مرسى علم السنة دي تحصل على المركز الثاني أو الثالث على مستوى العالم من أفضل مواقع الدايفنج على مستوى العالم ان شاء الله. طبعا خبر حصري، اكيد اكيد. الف مبروك مقدما يا استاذ محمد. هنستنى الدعوه بتاعتنا بقى، هنستنى الدعوه بتاعتنا انا ومروان طبعا. ربنا يخليك يا استاذ محمد، وبالتوفيق ان شاء الله في كل جديد، وبالتوفيق في المعرض كمان. وبنشكر حضرتك على وقتك ووجودك معانا على الهواء النهارده. شكرا يا استاذ محمد، الف الف شكر، ومن نجاح دايما. شكرا، مع السلامه.